والدي الله يرحمه كان أول سعودي حصل على ماجستير صحافة في المملكة في الأربعينات. كان دائما يقول إنه الإعلام مثل الملح في الطعام، لكن إحنا عندنا للأسف لم ننجح في تسويق قصتنا خارجيا، لم ننجح في تسويق حقيقتنا خارجيا. القانون الأول للتسويق There is no bad business, there is bad marketing. يعني لا يوجد عمل فاشل أو عمل سيء، يوجد تسويق فاشل. لابد أنه نضع رؤية إعلامية، مفروض نعمل رؤية إعلامية أين سيكون الإعلامنا السعودي في 2030، وإيش تطلعاتنا، وكيف نرفع ونرتقي بصناعة الإعلام، لأنه الإعلام صناعة وفن، وكيف نسوق قصتنا الإعلامية داخليا وخارجيا. وانا اعتبروني جزء من فريق الاعلامي ومن فريق الهيئه. ان شاء الله والله العظيم.